السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم. شكرا، كلام طيب اللي تخليوا لي دايما فيديوهات، وعيد مبارك سعيد. هذا الفيديو كنت درته من قبل، ولكن ما كنت عاد مازال محطيته، اذا فنشارك معكم. هذه هي كانت نتاع الحلويات العيد. اذا هذه حلويات ريشبوند المعروفه، غير شنو هي؟ ضاعفنا المقادير كما تعرفوا، 3 نتاع البيضات، كالسكر، كالزيت، قشر تاع التشين او لا البرتقال او الليمون، ومن بعد واحد سكر فانيل وهذا، والقشره نتاع تاع الليمون، ايوا، من بعد الفاني والخماره. وكما تعرفوا الا بغيتوا نخلي لكم الطريقه تعرفوها، مشهوره هذه، ما شاء الله كتكون لذيذه لذيذه تبارك الله. ونرولوها كلشي. اذا فنجمعوا الخليط، اللي بغى يديرها مسطحه ولا اللي بغى يديرها مكوره، فمن بعد صافي تكور صافي ودار. مثلا الا بغينا نديروها مكويرات او لا بغينا نديروها في هكذا مسطحه، فكاين اللي يفضلها هكذا، كاين اللي يفضلها. المهم من بعد ها هو الفيديو عاد كون اللي درت داك كنا قبل العيد بيومين ولا 3 ايام هكذا. الله يبارك فيك. كنا اجتمعنا باش نديروا الجاتو تبارك الله، ومن بعد ها هو تبارك الله كنا طيبناه في تفقنت في الفرن التقليدي. ايوا هذيك هي، وما شاء الله خرج لذيذ تبارك الله. اليوم كان العيد وكلينا منه تبارك الله، هو درناه في الفرن التقليدي. ها هو ها هو بعد ما تعدل تزوق بالكونفيتير وبالهداك النواد كوكو، ما شاء الله تبارك الله. واليوم فطرنا به تبارك الله في العيد، وعيد مبارك سعيد ما شاء الله. العقبة العام الجاي ان شاء الله بالصحة والهنا والرزق وبالإسلام الولدين، الحمد لله والشكر لله. وها هو ما شاء الله تبارك الله، حتى المقروط تبارك الله. وكما يقولوا عيد مبارك سعيد، العقبه العام الجاي ان شاء الله دائما بالصحه وبالهنا. وشربنا معاه القهوه، صبحنا على الحلوه تبارك الله. وشكرا للمشاهده، عيد مبارك سعيد، السلام عليكم.